لا 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 لا، بسروال عد للعشرة قبل ما تعمل هاي الحلقة. ايش اللي عشرة؟ عد للخمسين قبل ما واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش اثناش ثلاثاش اربعتاش. شكلي حندم على اليوم اللي فكرت اتعاقب فيه، شكلي حندم على اليوم اللي توقعت فيه دورات. انا ليش يعني ليش اتفنن؟ انا بفهمش في كرة القدم يا عمي، هاي واضح واضح من سلسلة الابن الزرابة هذا القناة الاجنبي ان انا بعرفش في كرة القدم. بس انا لازم اثبت لكم ان انا بفهم في كرة القدم. هذا 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 مش حيوقفني، لانه انا بكره بعد 20 سنه مش حصمت في اليوتيوب. بعد 20 سنه يعني حكون كبير بالعمر بزبطش انزل على اليوتيوب، لازم الجا لوظيفه ثانيه واللي هي اني ادرب، اكون مدرب فرق. فلما ادرب فريق انا لازم يكون عندي معلومات كرويه جدا كبيره. نزلنا فيديوهات تحت الضغط يعني في عقاب وما زبطنا، ونزلنا فيديوهات بدون ضغط وما زبطنا، بس هالمره لازم نظبط. ليش؟ لانه الضغط جدا كبير جدا كبير. ثلاث صور اذا بنتشرن على السوشيال ميديا. اول جزء 50% من النساء من شركات حياتي طارن، ثاني جزء 60%، يعني في 10% زياده احتمال شباب هذول برضو يطيروا. ايش اللي شباب؟ الو مش عارف، بس ثلاث صور ابدا ما لازم ينتشرن. انا حطيتهن بالعمدا عشان يضغطني وافتح بصيليات المخ. اسمها بصيليات؟ بصيليات المخ. ولذلك اليوم عندنا تحدي بقناة ابن الصرمة، في كل مرة بخسر فيها كما تعودنا راح أعرض صورة قديمة إلي، ولا أنت ولا أنا حابين نشوف هاي الصورة لأنه حتستفرغ. بس يعني جبت التحدي سهل من قناته، جبت التحدي سهل مش محتاج هالمخ العظيم. التحدي هو إني أعرف اللاعب من الرسم الكرتوني تبعه، يعني من الرسم الكرتوني انتوا عارفين. يعني اذا ما فهمتش هسه بتفهم. بس قبل لا ندخل على التحدي لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واذا مو مشترك في القناه اشترك. وهذولاك الناس اللي مش مشتركين اللي بيشاهدوا الفيديوهات بدون ما يشتركوا ددي اعمل لكم بلوك، انا بعرف كيف اعمل لكم بلوك. فيلا بينا نبلش بالتحدي. وعموما هاي الحلقه رقم 18، مش ضايل اشي وبنت العقة. والله غير انشر غسيلي انا. بسم الله قبل ما نبلش ندعي مع بعض. اللهم اللهم استر علينا، امين. اللهم استر علينا، اللهم فتح مخوخنا، اللهم اجعلني اجيب هذا التحدي كاملا بدون. التحدي كثير سهل يا رب يا رب انا ما اتفشل قدام العالم. ونبلش. Today we are bringing you a new challenge. By the cartoon effect, Champions League. Champions League Edition. هو بقول لك guess the player the cartoon، يعني الرسم الكرتوني تبعه. فهمتوا صح؟ اوكي. Let's get started. خيسوس. انا مخي يلتش على رحيم ستيرلينج. ايش فيه كله مانشستر سيتي؟ واضح انه دي بروين. التحدي سهل مش حتشوف صوري. اوعى تحلم تحلم. خلنا نوطي الصوت شوي. مين هذا؟ ليش كله مانشستر سيتي؟ استنى، لا 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 لا. والله يا اخوان ما اعطاني مجال، انا لازم وقفت، انا من تياس لازم وقفت. سريع كثير بعدين. لا بالله عليك لا. اسمع والله التحدي سهل، والله التحدي تسامحوني. ماشي اعرف. اطلع منها اطلع. اخوان كنت بردان فدخلت على الانترنت، حكولي انه اذا بتحط هذول عذنيك كمل التحدي. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ هلند 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 هلند. بسرعه بسرعه بسرعه. انا ما هذا 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 ابن الزراب. اذا بغدرني في التحدي، اذا ما بغدرني في التحدي بغدرني في الوقت. اقسم بالله خف عقلي، فكرت مش حيكون هالاند. هالاند لا بتمزح. الانجليزي الانجليزي الانجليزي. ها هو. بس عدينك
اوبلك 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 يا رب ما يكون شافه يا رب، يعني يا رب يا رب هيك امه تنادي عليه للي بيحضر او اي شيء وما ما يحس او يعني هيك عينه تروح يمين يسار. هالاند جريزمان 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 شايفين سريع انا سريع يا اخوان. باسم احذف هذيك والله الصورة عطلات يا باسم. مارتي هذا الارجنتيني ابن الزراب شو اسمه؟ مارتينيز مارتينيز اسمه صح؟ مارتينيز مارتينيز لطارو بس انا خربطت. لا لعبت الانتر لا بالله عليك. الكرواتي الكرواتي كرواتيا صح؟ هو انا القصد عنه الكرواتي. يا اخوان كرواتي فكونا من الهبل. يا ابن الكلب يا ابن الكلب على ليون. اقسم بالله اني جبت الثلاث صور وقلت ما راح اخسر. اقسم بالله قلت مستحيل. عيط بتسامحوني؟ لا طيب بس ما تشيلوا هذا السبسكرايب. هذا اتمندي يا رب انه اتمندي. هذا الانجليزي شو اسمه الالماني ولا والله انا عارفه بس ناسي اسمه. ايوه والله كنت اقول فونت مو ماونت مو ماونت. هذا الالماني المهاجم هيفرتز يا اخوان يا اخوان هيفرتز ايوه الالماني المهاجم فكونا والله يا اخوان انا والله اسمائهم هذول بخربط فيهم خصوصا لعبت تشيلسي هذول في المقدمه والله العظيم بخربط في اسمائهم. انا كان قصدي عنها فكونا من الهبل. امك ها امك يا صاحب القناه فينسوس هسه بيطلع رودريجو. ترى والله العظيم التحدي مش سهل انا كنت افكر انه سهل. بنزيما بنزيما الغالي ندس شعبيه هوان نريد نتونس بالجيم وياه اللعب الاصلي بنزيما اقسم بالله صار يخوفني. بالله عليك فكنا من ليفاندوفسكي الحمد لله يا رب. طب ليه يعني يعني ما انت جايب لعيبه من من الانديه الكبيره تجيب لي بنفيكا وليون ولا ليل والله ما عارف مين طلع. مولر مولر يا ربي لك الحمد. الصوره الاخيره اقسم بالله الصوره الاخيره انا ما بدي اياك تشوفها والله الصوره الاخيره بس يعني ها في عنصر التحدي. هذا الابن الزراب اللي حط فينا جول. يا الله بنسى اسمائهم انا اللي حط فينا جول في شتيجن. ايوه شانش هذا لساني ساني ساني احا احاض مين اصبعه مكسور يعني مصاب. فاتي رد اروخو فاتي 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 بالله عليك لا تبعرها. داني الفيش داني الفيش صح؟ لا داني الفيش مش موجود. داني الفيش هذا تحدي جديد. كريستيانو رونالدو والله الصورة الأخيرة الصورة الأخيرة أقسم بالله بجوز عليها حبس. أنا بحكي عن جد كريستيانو رونالدو يا رب ما أغلط يا رب ما أغلط. خليها بنفسك الصورة الأخيرة أقسم بالله منيح ما عرضتها. برونو اللي هو الزفت البرتغالي بخربط في اسمه فرنانديز هوغو لوريس أيوه هو برونو فرنانديز. استنى 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 استهدي بالله ابن الحلال ليش طاير؟ استهدي بالله استهدي بالله يا زلمه استهدي بالله يا ابن الحلال فكنا من الهبل. ايه شوي شوي يعني اعطينا شوية وقت. ايش ايه ايه ول يا زلمه ايش فيه؟ لاعب اسمه كريم اعتقد. ايه والله اني اسطوره. هذا بيلعب مع لايبزيج. الوقت اصبر بيلعب مع اياكس
يا اخوان انا بعرفه بالشكل بس بعرفوش بالاسم. هذا بيلعب بالوسط صح؟ هذا اللي مولر خش عليه برجله ومزعه بصدره. اذا هو هو اللي اكل شطه بابا. هو انا ما قاتل تفلفليجو تفلليجو شو اسمه. استنى يا عمي. لا مو تلفاجيفيجو. من وين جاب الاسم هذا صح؟ هذا استنى وقف يا اخوان. صار في خطا. انا اسف لانه الوقت كثير قليل وانا بسترجع في قواي. هذا الزلمه عرض اللاعب بسرعه فعشان اللاعب نعرض قدامكم ونعرض قدامي واحنا ما بنحب نغش والحرام وهي السوالف مو يعني مو من عاداتنا. فخلص هذا نعمل له سكيب لانه نعرض قدامي. انا كنت احكي لويس دياز بس تفاهم. اوه صعب جدا. انا ابراهيموفيتش والله الصورة الأخيرة عطنا يا اخوان اقسم بالله. ابراهيموفيتش يا رب يا رب يا رب. خلص بعرنا يعني تخوتنا فيها كثير. نيمار ما تقوليش مش نيمار. خلص مبين من سحنته نيمار. هسه يطلع لي دي ماريا. الحمد لله. مبابي مش هخسر. ايه قال مش هخسر. ما احنا خسرنا. ميسي حلو انه طب يا اخي ما هو انت يعني ما والله اللعيب الكبار حط اللعيب الكبار لا تحط اللعيب مش معروفين. يلا قربي انت التحدي ومش حارض الصوره الاخيره. مدافع فرنسا الظهير. ايوه هو بس. لا 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 امك عز ولك مينا ولك مينا. قلبي يا رب شو اسمه فرس برز عليك يا صاحب القناه وعلى كل يا زلمه الله يقطع اللي عرفني عليك. لا الصوره الاخيره يعطيك العافيه. خلص انا مش هكمل التحدي. لا والله ماني مكمل التحدي. ها اعرضها يعني اقول لكم يعطيكم العافيه ما قصرتوا والسلام عليكم. وبهيك اعزائي المتابعين بكون انتهى مقطعنا هذا اليوم. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا. السلام عليكم. لا تنسوا تحطوا لنا لايك شير سبسكرايب وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا لكم. السلام عليكم. يا ابن الكلب بيجيك يوم بيجيك يوم اسافر امريكا والله باذن الله لحش المايك في ذمك.